يسعد أوقاتكم أعزائنا المشاهدين. قالوا سيرحل من أعمارنا عام. قلت كيف هذا والعمر أيام؟ الأعوام لا ترحل، وإنما نحن الراحلون إلى نهاية الحياة، والأعوام مجرد أرقام. اليوم نرحب بضيفتنا إم جورج. كيفك إم جورج؟ أهلا وسهلا. كيف صبحتي اليوم؟ طبخت لا بطبخ ولا بنفخ. إم جورج، عارفين عن حالك أكثر؟ أنا من بيت طحور، مرة ست بيت يعني عادي، بيجي على النادي بروح عضاري، عندي ولادي وقعد وبنام، بطلع أنا قاعد لحالي، ابني قاعد عندي بس أنا فوق وهو تحت، عندي ثلاثة عندي بنتين وولد مجوزين، ابني مع ثلاثة أولاد وبنت، وبناتي متجوزات الثنتين موجودات في بيت صحور. كم عمرك؟ عمري 89، طحت في 90، سووا لي عيد ميلاد. يعني لسه شباب. الجمعة الفاتت. الجمعة الفاتت عملوا لك عيد ميلاد. انبسطتي؟ سووا لي عيد. وسووا لي عيد. طيب أم جورج، احكي لنا عن أيام الشباب. وانت بنت 14 سنه 13 سنه، احكي لنا شو كنت تعمل بهاي الفتره؟ ولا شبكه صغيره، نروح عند اهلي غنم وبقر، فلاحين يعني اهلي، بكيت اروح ارعى مع الغنمات واروح، هذه بكينا اروح على المدرسه، وبعد المدرسه اقعد في الدار اروح ارعى الغنمات تبعاتهم. كنت تروحي على المدرسه؟ بكيت اروح على المدرسه، رحت من وانا صغير، بكيت في الاول، بكينا في مدرسه في بيت طحور، مدرسه عشان من ولدي يروح على المدرسه، تعلمنا بعدين قالوا فتحوا في بيت لحم، طلعت على بيت لحم، درست الثاني والثالث ورابع في بيت لحم، في الاول بكيت في بيت طحور. ولأي صف دارسه؟ للرابع. بس للرابع؟ بدينا يعلمونا عربي وانجليزي في المدرسة، يعني بس عربي وانجليزي؟ بس ولا شو؟ ودين ورياضيات كل اشي مدرسة عادي. كنت شاطرة بالمدرسة؟ مش شاطر. بكيت ليش مش شاطرة؟ انا عارف بكيت مهمل، انا عارف هيك. كنت تلعب بالغنمات مش بكيت فاضية؟ بكيت اروح انا وخواتي، مش بس انا خواتي خمسة واخوة اثنين وامي وابويا، يروح امي تحلب الغنم البقرة تبعتهم وتوديها على بيت لحم تبيعها وتروح. طيب بالمدرسة شو كنتوا تعملوا انت والبنات صحباتك؟ نلعب. شو تلعبوا؟ ولا شيء، اللحيقة. يعني اللحيقة شو بقولوا لها؟ يعني نتخبى ونلعب هيك. والاكس الملعب، ما هو في الملعب كبير في بيت لحم بقى. وكنتوا المدرسة، وكنتوا بعد المدرسة تجتمعوا؟ نروح على الدار. تروحوا على الدار؟ وين تخلص المدرسة بتروحوا؟ كان في سيارة تجي تاخذكم ولا لا؟ بكينا نروح ماشي ونطلع ماشي. ودارنا بكت يعني بعيدة، والله بعيدة عن بيت لحم، نطلع ماشي. طيب يعني المسافة هاي كلها اللي كنت تمشيها من المدرسة للدار ماشي، ايش كنتوا تعملوا بهاي المسافة؟ تحكوا وتغنوا؟ نمشي نمشي. انت والبنات؟ انا والبنات. كان بنت كانت تروح معك؟ ولا بنت على شكتي. على حالك كنت؟ اطلع انا وخواتي نطلع ونطيح نفس الطريق. فيش بعيدين عن احنا في خلا، اهلي في خلا بعيدين عن البلد، عن بيت طحور عشقة ثانية. طيب صحبات المدرسة؟ صحبات المدرسة لليوم لليوم موجودين؟ ولا واحدة، كلهن ماتن، ما ضليتش غير أنا، ماتن كلهم؟ كلهم، مش ولا واحدة من صحبات المدرسة. بتحني لإلهم؟ يعني جاهلين بكينا، ما صاحيين، مصاحيين. طيب بالنسبة نحن نحكي عن المدرسة، هلا زمان كان في زي موحد زي اليوم ولا عادي تلبسي أواعي الموجودة عندك بتروحي على المدرسة؟ من كل اللي لبسنا موحد،
على المدرسة جلبت مريول. مريول مريول يعني اسمه مريول، يعني كيف بدي لبسنه اليوم مدرسة بيت صحور مش بيلبسوا مريول. طيب كانوا يخيطوه ولا كانوا يشتروه؟ فش بكين يخيطنه النسوان، وفي ناس تبيعه وفي ناس محطوط في يشتري. بعرف شنو انا كيف كانت معك شنطه هذيك الفتره ولا كنت لا شنطه ولا حاجه، كيس عادي بلاستيك يعني لا قماش مخيط ولو ايد ونحطها الكتب ونعلقه في كتافنا نحط على كتفنا ونطلع عبيت لحم. طيب خلصتي المدرسه وعمرك صار 15 سنه تزوجتي في هاي الفترة؟ اتجوزت ولا أخذوا رأيك؟ ما أخذوش. ليش؟ بيفهموش باكين من زمان ما يأخذوش رأي الأم والأبو بس. طب أنت كنت شايفة يعني؟ كنت بتعرفيه؟ بعرفه من قرايبي. طيب وكنت راضية عن الموضوع؟ راضي ولا ما أنا راضي لازم تأخذي يعني رضيتي بالأمر الواقع؟ خلاص راضية ولا مش راضية ما خلاص هذا هو. طيب بقى عمري 15 سنة بعرفش لا جيزة ولا جواز ولا على البركة ولا اتجوزت حتى حمرة ما حطيتش. وبدلة؟ بدلة لا لبسوني بدلة بيضة. كنتي مبسوطة بهذا اليوم؟ واه معلوم مبسوطة. طب كيف مبسوطه ما اخذوش رايك؟ طيب خلاص ما بكي زمان هيك على البركه ما. طيب وكيف عشتي معاه؟ عشت عيشة العمر منيحين متفقين. دخلت عائله لهم 4 اخوه وبنتين دخلت عليهم حماتي وحمايه. حماتي ظل مريضه. كنت تساعدي حماتك؟ ماني عندهم. ما كنت تساعديها يعني؟ انت كنت عايش عندها بغرفة ولا عندك بيت لحالك؟ لا عند عيلة بيلة. عيلة بيلة. عيلة بيلة يعني مع بعض. الله حطوكي وحملوكي. عيلة بيلة. طيب شو جابوا لك ذهب طيب؟ جابوا لي ذهب صليب للحين هيو موجود عندي. والله محتفظة فيه. بعد ما موت بتعطي لبنت من بناتي. ان شاء الله العمر كله يعني. طيب امتى توفى زوجك؟ امتى توفى زوجك؟ اسمعي مات في 10 15 اي سنة؟ 15 واليوم كديش؟ ما هو اي سنة 15 2000 وايش؟ 2019. طيب كديش؟ هلا احنا 2019 هو بسنة بأي سنة توفى يعني 2010 2011 2009 السنة هذه اللي السنة هاي توفى احنا 2019 حاليا قديش من 5 ل من 10 طيب يعني 15 سنة صار له متوفي قديش 15 سنة 18 سنة يعني 15 سنة 15 سنة صار له متوفي جديد بقى يجي على النادي كان يجي على النادي صار لك زمان موجودة بالنادي قعد كم من سنة ومات. ايش كنتي انت وزوجك تعملوا؟ كيف كنتوا تساعدوا بعض بمصروف البيت؟ مثلا زرعنا باب الدار فكوس يساعدني نقطع الفكوس ونروح نبيعه ونصرف حقه. زرعنا نزرع حمص للدار نسويه انا وجوزي. زرعنا بندورة نلقطها للدار يعني للأولاد. وكان يجيب دخل منيح؟ طبعا رزقنا رزقه ما هو الواحد يقطع منه ما بن كلش عندي 4 سلاف وأنا قاعد لهم. حماتي ماتت وأنا قعدت لسلافي ربيتهم 4 وبنت البنت هذيك اتجوزت قبل انا ما ادخل عليهم كبيره اتجوزت قبلي بنتهم الكبيره والاربع سلاف
جوزناهم، جوزنا سلافي، جوزتهم الاثنين. الثالث علمناه، بقى معلم دكتور نصر قمصية، أظني معروف هذا سلفي. أخذ التوجيهي وراح على تعلم في الخليل يعلم. وبعد ما روح وديناه على الشام، ومن الشام وديناه على تشيكوسلوفاكيا علمناه دكتور. هذا سيلفي. طيب احكي لنا وين سافرتي؟ سافرت يوم جوزت بنتي، رحت على الكويت عندهم، حضرت عرس عندهم وبسطنا وروحنا. بعدين بنت حماتي الصغيرة تجوزت لقريبنا يعني من العيلة، عزمونا عندهم، رحنا عندهم على بغداد، قعدنا عندهم شوية، أخذنا الفين نصيب ورحنا أنا وجوزي وسلفي، قعدنا عندهم شوية وروحنا. بعدين سلفي الدكتور روح على سوريا، طحنا عليه شفناه وروحنا. ثاني مشوار طحنا عليه ودعنا وراح على تشيكوسلوفاكيا يتعلم، فصار دكتور. أنا قعدت عنده في المشرفة في الشام. طيب. بقى يعلم في الشام في المشرفة بلد اسمه. طيب شو رأيك تحكي لي عن أكثر لحظة عشتيها كانت حلوة بحياتك ما بتنسي هاي اللحظة؟ الحمد لله. يوم جوزت أولادي. يوم جوزتيهم؟ يوم جوزت ابني كمان؟ ولا ابني، من جوزت ابني صغير على 23 سنة جوزته لأنه فيش حدا، جوزته. جاء ثلاث أولاد وبنت، بنته ملكة فلسطين، ملكة جمال فلسطين، بنت ابني. شو اسمها؟ نيفين. نيفين أظن في على التلفزيون أكيد. بنت ابني هذه. يعني هي ملكة جمال فلسطين. ملكة جمال فلسطين، الله يخلي لك إياها. طيب كمان هي اليوم مش موجودة، أنا هي في أستراليا. يعني بتحكي وانتي مبسوطة عليها؟ طبعا، فيش غيرها، زي ما بيحكوا ما اغلى من الولد الا ولد الولد. اولاد ابني اثنين، ابني واحد في روسيا اليوم وواحد بيشتغل في المدرسه المحكمه الدوليه في العالم، مش في تشيكوسلوفاكيا. ايوه هيها في اليوم في هولندا، في هولندا ابني بيشتغل فيها. ابني بيشتغل فيها. الله يخليك اياهم يا رب. تسلمي وتفرحي فيهم. تسلمي. جوزنا ولد واحد كبير اسمه عيسى، مع بنت ولد، بس ما جبتش. البنت عمرها 12 والولد عمره 10، بيطلعوا الاوائل ان شاء الله. اكيد، بس يعني هم طالعين الاوائل او طالعين شاطرين، مع انه انت حكيتي لي انه ذكيين جدا، مع انه حكيتي لي ان انت ما كنتيش شاطره بالمدرسه، يعني كنت كسوله الشاطر. بس الاحفاد الابو بقى شاطر، ابوهم شاطر، وبرضه ستهم شاطره، ستهم هذيك امم، الله يخليك اياهم. طيب احكي لنا شوي هيك عن العادات. بقى في واحد يظل داير في البلد يقول الدنيا نايمه والشعب غافي، راحت بلدكم ما حدا مسايل، بقى يجي حمايه يظل يغني فيها الدنيا رايحه والشعب غافي، راحت بلدكم ما حدا مسايل. ما وفي لها وفاه بس ما وفيتش،
حماية يظل يجي يقرف يظل يقول هيك هيك في إنه واحد بيجي على بيت صحور يحكي. وبقى في تلفزيون يجي على بيت صحور نروح نحضر. هذيك الفترة كان في تلفزيون؟ أجا مرة زمان بكيت صغيرة يعني بنت صغيرة ورحت حضرت التلفزيون. شو حضرتي أول إشي على التلفزيون؟ ولا فطنان شو هو؟ مش متذكرة. لا أجا وقعد على التلفزيون حضروا الناس هيك بيت صحور اجتمته وقعد يحكي يقولوا كيف هذا الحديد بيحكي. هذا أول ما دخل التلفزيون. اتفرجنا عليه في التلفزيون في وسط بيت صحور. وانت لما شفتي التلفزيون شو حكيتي؟ اتفرجت يعني. كم كان عمرك هذيك الفترة؟ هجنا اشي عمرنا شفناه. وشو كمان اشي تاني دخل على البلد كمان شفتوه برضو انه اشي غريب غير التلفزيون؟ اشي بعرف الراديو؟ لا ما شفناش غير هو هذا بس التلفزيون. كان اسود وابيض. ها الصورة كانت اسود وابيض. حضرناه. طيب احكي لنا عن هيك لحظات مرت عليكي كانت حزينة، لحظة من اللحظات زعلتي فيها. انا عارف الحزن هذا ملان ما بديش احكي بنحكاش. طيب زي ما بدك. طيب احكي لنا عن النادي، شو بتيجي تعملي في النادي؟ هيني بيجي على النادي يومية، هي اللي 50 سنة ولا زود من 50 سنة بيجي على النادي. طب شو بتحكي انت بهالختيارات اللي معك صاحباتك هدول بتعتبروا هلا؟ ولا في الشدة فيش غيرها بدوينش. بتلعبي بالشدة؟ انا بحبش الديوان. وشاطرة بالشدة؟ طبعا كل شيء بلعب. بتغلبيهم كل مرة؟ كل مرة بلعب الهند، بلعب الوست، بلعب الليخة، بلعب 100 لعبة فيه. شو بعرف. كمان طيب؟ بس بعرفش. مين بتحبيه بالنادي؟ بتحبي حدا كثير هيك بتضلي جنبه، بتضلي معه؟ عادي كلهم صاحباتي. كلهم صاحباتك؟ بفرقش أنا بين بعض. اللي بدي إياها بلعب معها. متفقين. لازم تيجي يومياً على النادي؟ لازم. وإذا ما أجتيش؟ شغل قاعد في الدار أسوي. فيش من غير شرط فيش في الدار ولا حدا. غير ابني وكنتي. ابنك وكنتك؟ فيش حدا في الدار. ابني وكنتي. والجمعة والسبت والحد بتغدى عندهم. وتالي الجمعة في النادي. مين بتجيبك؟ مين بيوديكي؟ واحدة هذه تبعت النادي. بتيجي بتاخذك وبتروحك. بتاخذني من باب الدار وترجعني على باب الدار. من باب الدار لباب الدار. وانا يومية عندنا فرن في النا يعني. مأجرين وخبز يومية بجيب الرغيف وبفركه على النسوان. إلي 16 سنة 15 سنة. يومي بجيب الرغيف. يومي. الرغيف هذا شو بتعملي فيه؟ دفع وبلا عنا وعن ولادي. انا شفتك وانت بتمسكي بالرغيف وبتعطي لكل واحد. بعطي خبزه. طب ليش؟ دفع وبلا. سمعت انك مأنفة في الاكل كمان، تحبيش تاكلين احنا؟ انا مكلكه في الاكل. والله. لاني متعودني جوزي اطبخ له طبخه اللي بده اياها وتعودت على الطبيخ المنيح. ما قلتلش حي الله. كنت شاطرة بالطبيخ بتعملي أكل؟ طبعاً وأطبخ وأطعم. زي يعني تطبخ الطبيخ تطعم؟ وأطعم ونادي سلافي وأطعمهم وأسوي وبكيت يعني هذا كنت تعملي حساب الأكل وحساب اللي حواليك؟ الجميع إلي ولا سلافي وظل عشنا مع بعض زي الإخوة مع بعض نسوان والزلام مع بعض متفقين بكينا زي اليوم. اليوم لا، اليوم ما زي زمان. اليوم بيظلوا يتكاتلوا، واحنا عمرهم ما تكاتلوا. بيكون احنا يقولوا مثل زي اولاد سالم جد الله كيف متفقين. اخوه ونسوان وزلام. ونسوان متفقات كيف؟ اخوه. شكرا ام جورج. عفوا. ويعطيك العافيه على الحلقه. تسلمي. شكرا كمان مره خالت ام جورج. تسلمي. والى هنا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. الى اللقاء.